أخبار اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى أخبار اليوم. سؤال اليوم عن ما الذي يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان. وقد حملت لنا نصوص السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخبرت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، يعني كان يصلي في أثناء الشهر، نعم كان يصوم في أثناء الشهر، كان يقرأ القرآن في أثناء الشهر، لكنه كان يأتي في العشر الأواخر فيجتهد اجتهادا لا يجتهد فيما سواه من هذه الأيام. والمسلم مطالب في هذه الأيام الطيبة أن يقوم الليل، فنبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين فيما أخبرت به عائشة رضي الله عنها كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. يعني بجملة أو جملة المفهوم من هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل، المفهوم منه يقوم الليل كله أو يقوم الليل إلا قليلا، معنى ذلك أنه يجتهد في طاعة الله عز وجل. وكان يوقظ أهله، يعني لا يدخر أو لا يهتم لنفسه فقط بالعبادة دون أن ينبه أهله ونساءه وأولاده إلى قيام الليل، إنما يحرص على أن يصل الخير إلى الجميع ويحرص على أن يتعبد الجميع لله رب العالمين، فهو يوقظ أهله ليشاركوه في قيام الليل. كذلك هو يشد المئزر، هذا كناية عن الاجتهاد، فإن الإنسان إذا اجتهد في الطاعة وصل إلى مرضات الله رب العالمين. ومن الأمور المشروعة كذلك في هذه العشر الطيبة أن يعتكف في المسجد، فإن الصيام إذا كان بعدا عن الشهوات من الطعام والشراب فكذلك الاعتكاف يكون بعدا عن مصاحبة الناس، ليس بعدا بالكلية ولكنه فترة يراجع فيها الإنسان نفسه ويراجع فيها الإنسان حساباته ليصفي قلبه ليفوز بالقرب من ربه. هذا ونسأل الله القبول من الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.